أسعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حياتي مع طارق السعود. الحلقة النهاردة هي حلقة متميزة جدا لأنها بالصادف مع وجود ثلاث أعياد. أول عيد هو عيد القيامة المجيد، ونقول كل سنة طيبين لكل أقباط مصر والأقباط في كل العالم، يا رب صحة وسلامة ورزق ونجاح. وأكيد بكرة حيكون شم النسيم برضو، كل سنة وكل المصريين بألف خير. وأكيد مش حينتهي الأسبوع قبل ما ندخل في شهر رمضان المبارك. رمضان كريم عليكم وينعاد عليكم بالصحة والسلامة والرزق والنجاح المستمر. طبعا يعني الأعياد دي جت في فترة الناس كلها قاعدين في البيوت، الحجر الصحي، ما فيش خروج. طبعا يعني هتكون مختلفة شوية عن السنوات اللي فاتت، لكن أكيد احنا بالتفاؤل، أكيد احنا بالطاقة الإيجابية اللي عندنا هنعيد مع بعض وهنخلي كل الحاجات تبقى حلوة. وأكيد هننتبه أكتر على الناس اللي محتاجة مساعدة حوالينا، هنساعدهم. هي فرصة ودعوة لكل الناس في العالم أنه يعني يكون التكافل الاجتماعي هو موضوع مهم في الأيام اللي جاية، مساعدة الناس الفقيرة، الناس اللي بتشتغل باليومية عشان موضوع الحجر. وكمان أكيد هنشوف أساليب جديدة عشان الفطار مع بعض أو نعيد مع بعض، فأكيد هيكون عن طريق الماسنجر وعن طريق اللايف وعن طريق الكمبيوتر، لأن إنه الناس مش هتقدر تتقابل مع بعض زي الأول، خصوصا اللي بيحبوا يحافظوا على صحتهم والملتزمين بتعليمات وزارة الصحة عشان موضوع الحجر بسبب فيروس كورونا. بس احنا هنحتفل واحنا هنكون سعداء واحنا هنتقابل مع الناس اللي احنا بنحبهم مهما كانت الظروف. واكيد احنا هنركز على مساعدة الناس وهنركز على الحاجات الحلوة وهندي طاقة ايجابية لينا ولنفسنا ولكل اللي حوالينا، وهنعيد مع بعض وهنبث السعادة والبهجة على كل اللي حوالينا. طبعا النهاردة احنا استكمالا للمواضيع اللي كانت في الحلقات السابقة عن موضوع التعليم عن بعد، لأن هو ده الهاجس اليومي الحالي بسبب فيروس كورونا، فإحنا مستكملين الموضوع ده النهاردة برضو. هيكون معايا الدكتور فاتن شاهين الاستشاري في تطوير المناهج، وكمان الأستاذة أريج أبو القاسم الخبيرة والمتخصصة في تطوير المناهج. هنتكلم ونكمل موضوع التعليم عن بعد، موضوع الأبحاث واحتمالية الإلغاء بتاعت الأبحاث، برنامج تأهيل المعلمين والمدرسين، كيفية التعامل والتأقلم مع صعوبات التعلم وتفادي الأخطاء اللي مرينا بيها، وتخصيص سوفتوير خاص للمدارس والكليات والجامعات عشان موضوع التعليم عن بعد. كمان هنتكلم في موضوع الضغط النفسي والعصبي للأولاد والبنات في البيت بسبب فيروس كورونا وسبب الحجر الصحي والدراسة. كل الموضوع دي هنتكلم فيها إن شاء الله في الحلقة دي. بس أكيد هرجع أركز تاني أنه إحنا محتفلين مع بعض. النهاردة عيد القيامة المجيد، كل سنة والأقباط المصريين وأقباط العالم كلهم بألف خير. رمضان مبارك وكل المسلمين في مصر وفي العالم بألف خير، وشم نسيم سعيد على كل المصريين في داخل مصر وخارج مصر. واحنا هنحتفل واحنا هنبث التفاؤل والطاقة الإيجابية، وحنبتسم وحنساعد اللي محتاج مساعدة، وحنصالح مع الناس اللي كنا زعلانين معهم أو زعلانين معانا، وحن يعني نبث الطاقة الإيجابية حوالينا إن شاء الله. الأسبوع ده أسبوع جميل جدا إن شاء الله أتمنى ليكم. لكن أكيد احنا مكملين موضوع التعليم عن بعد، وحنروح لفاصل بسيط وبعد كده يعني هنرجع نكمل مع ضيوفنا موضوع الحلقة دي اللي هو موضوع التعليم عن بعد، موضوع الأبحاث وموضوع برنامج تأهيل المعلمين والمدرسين وكيفية التعامل مع صعوبات التأقلم. فاصل بسيط ونرجع مرة تانية، ابقوا معنا. Is a new initiative to enhance teaching and learning, to improve the educational process as a whole unit and move it to the new technological era. We provide e-learning sessions for students as well as teachers in an enjoyable yet effective way. We will learn how to write incredible introductions and captivating conclusions.
Before we start with our session today, you need to know that this session consists of two parts. Writing incredible introduction is one part, and writing a captivating conclusion is the second part. For today's part, we will start with the objective of this part of the session. Then we will define the different purposes of writing, followed by we will explain what are the elements of introduction, and finally we can end it with an exercise. Before we talk about the introduction, we need to know the objectives. This mini lesson will explain functions of introductions, offer strategies for creating effective introductions, and also provide some examples of this effective introductions to avoid and to move away. But before we start, we need to ask ourselves, okay, and I will ask Mr. Nagy here, why do you think we write? We have different aims for writing. We might try to persuade someone of our idea. Persuade him. Very good. Yes. Sometimes we write for entertainment the reader. Brilliant. And sometimes we write something to inform the reader of something that is not known. Very good. As Mr. Nelly gave us his answer, we have three possible purposes or goals for writing. We either write to persuade, which means to convince someone with our idea, to make someone or the reader believe what we believe and follow our point of view. And a very good example for writing to persuade is campaign advertisements or a debate. The second purpose is write to inform, which means that we give examples, we provide details, we share information with others. A very good example for write to inform is scientific articles, for example. The third purpose that we have is writing to entertain, which means we write to interest or to amuse. And a very good example of it is a comic column on a newspaper. Since we know why we write, we need to set our purpose clear at the beginning of our writing. This will move us to writing introductions. Why introductions are important? Introductions are the first impression that your paper leaves at the reader. They either decide to continue reading or to lose interest. Simply, introduction acts like a bridge that transports your readers from their own life, from their tablets, from their Facebook, from their Instagram account, and make them really interested in reading your paper. It moves them from all these things to where you are or your place of analysis. My students always ask me, is writing an introduction is hard or an easy job? Anything can be hard or easy if you don't know what are the procedures to follow. There are certain techniques to write a captivating or interesting introduction that make it easier for you and for others when you write. We need to know the elements of an introduction. First, we have the hook, the background information, and finally, we have the thesis statement. The hook is simply what you will say to draw the reader's attention, to make them interested in reading what you want, what you write. The background information, it gives the main points, the details, but not really, really, really details, just the main ideas or the main points. And finally, thesis statement that will tell your claim or position. Let's go and look closely at each and every one of these elements. The first element we said, or the first step, is our hook. Okay, there are many techniques to hook a reader or to make them interested in what your paper is talking about. The first technique is tell a story. Who doesn't like to be told a little tale at the beginning? The second way is quote someone famous. Write a quote that related to your topic by someone else who said it that
this person is really famous. For example, we'll have to be or not to be, that's not the question, by William Shakespeare. Or ask not what your country can do for you, but what you can do for your country, by John F. Kennedy. The third technique we have is reveal a surprise. Who doesn't like to be startled love with a surprise? Who, for an example for this, love is a toxic medicine holding the ability to both heal and harm. Love is a medicine, love is toxic. Of course I got surprised and I will be one to follow and read more about your topic. Finally, we ask a question. The question technique as a hook has proved itself correct all the time. An example for this will be, is bigger always better? Is more better than less? Is no always necessary to be better? And so on. These are not only the old techniques. These are some of the techniques that I've tried myself and I found them effective when I write introduction. This will take us to our next element, which is background information. As we said before about background information, they are general brief information about your topic. You don't want to give all the details now, because if you give all the details in your introduction, why would the reader continue and go to the body paragraphs? So they need to be bare, specific, and simple information. Our third and main point of an introduction is a thesis statement. But before we learn how to write a thesis statement, we need to ask what a thesis statement does to your paper or does to your introduction. First, it sums up the main point of your paper. It's usually one or two sentences long, and finally it appears at the end of the introduction. I always advise my students to start with writing thesis. وهذه عودة معكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، وزي ما نوهت في بداية الحلقة هنستكمل النهاردة موضوع التعليم عن بعد، وانضم لي الدكتور فاتن شاهين الأستشارية في تطوير المناهج، وكمان الأستاذة أريج أبو القاسم الخبيرة في تطوير المناهج، عشان نتكلم في موضوع التعليم عن بعد وبرنامج تأهيل المدرسين والمعلمين، موضوع الأبحاث، الشغل الشاغل دلوقتي للطلبة ولأولياء الأمور. صباح الخير دكتورة فاتن. صباح الخير أستاذ. صباح الخير أريج. صباح النور. حبيبي مع الأستاذة أريج، عشان عندنا موضوع النهاردة مهم، لأن النهاردة عفوا بتشرح لنا إزاي نعمل البحث، إزاي نشوف المواد اللي هنعمل فيها البحث إزاي، وعندها برزنتيشن خاص النهاردة، فهيكون عندنا أورينتيشن بسيط النهاردة عشان نعرف إزاي نعمل البحث. تفضلي أستاذة أريج. صباح الخير. صباح النور. شكرا جزيلا على استضافتنا والسماح لنا ان احنا نتكلم عن المشروع البحثي. موضوع المشروع البحثي هو موضوع بسيط، اولياء الامور يمكن يكونوا متخوفين منه بشكل كبير، ولكن هم المفروض يسمحوا للطالب انه يجرب، لانه دي طبعا مهاره هم محتاجينها ومحتاجين يكتسبوها. البرزنتيشن اللي انا محضراها النهارده هي ببساطه جدا هتشرح باسلوب بسيط وبخطوات موجزه ازاي الطالب يقدر يعمل المشروع البحثي. تمام. خلينا نبدأ مع بعض بأنه إحنا نعرف المحتويات بتاعتنا. إحنا بنبتدي بالمشاريع البحثية للمرحلة الابتدائية، وبعدين المشاريع البحثية للمرحلة الإعدادية. إيه هي الخطوات المطلوب من الطالب إنه هو يعملها لإكمال المشروع البحثي؟ ثم عناصر وقوالب المشروع البحثي، لأنه الوزارة ساعدت الطالب وحطت له قوالب أو نوازج بسيطة جدا هو عليه إن هو مجرد إن هو يتبعها، ومصادر المشروع البحثي إزاي يضمن إيه هي التولز والأدوات اللي ممكن يستخدمها عشان يعمل المشروع البحثي، وأخيرا إمتى يسلم المشروع، إزاي يسلمه. تمام. خلينا نبدأ مع بعض بإنه إحنا نعرف المشاريع البحثية للمرحلة الابتدائية. المشاريع البحثية للمرحلة الابتدائية هم أربع مشاريع. تمام. السياحة والطاقة والصحة والماء.
على الطالب ان هو يختار مشروع بحثي واحد بس، موضوع واحد، موضوع واحد ما فيش غيره، يا اما السياحه يا اما الطاقه يا اما الصحه يا اما الماء. ولكن قبل ما يختار المشروع عليه ان هو يحدد هل هو هيعمل المشروع ده كفرد لوحده ولا هيعمله في مجموعه. الوزاره حددت لحد 5 افراد، ولكن هناك شروط ان الطلاب دول يكونوا في نفس المرحله السنيه، يعني معاه من نفس الفصل، ولازم يكونوا بنفس من نفس المدرسه. يعني ما ينفعش يكونوا مثلا في الصف الثالث الابتدائي ولكن في مدرسة تانية. فيحدد أول حاجة مجموعته، بعدين يحدد البحث هيختار أي مشروع من المشاريع الأربعة. طيب إزاي يختار الطلاب اللي معاه؟ بتكون على حسب، هو على حسب يعني راحته الشخصية، المجموعة دي اشتغل معاها قبل كده او شايف انه شغله معاها ممكن يساعده، او انه مثلا في حد فيهم بيفهم في التكنيكس بتاعت الكمبيوتر كويس، حد عنده لغه قويه يقدر يستخدمها، واحد فيهم عنده بعض المصطلحات الانجليزيه باك جراوند، فيقدروا يكملوا بعض او يساعدوا بعض ويكملوا بعض، او يقرر ان هو يعمل المشروع لوحده. دي حاجه مهمه جدا لازم نبتدي بيها. بنتكلم بعد كده عن المشاريع البحثية للمرحلة الإعدادية زي بالضبط المشاريع البحثية للمرحلة الابتدائية. عليه يختار مشروع واحد بس، هما 3 موضوعات مش 4: تحسين البيئة العلمية والتكنولوجية، الزيادة السكانية والأمن الغذائي، أو البيئة. بنرجع تاني نأكد أنه الطالب عليه أنه يختار مشروع واحد بس. خلينا نعرف طيب إزاي المشاريع، إيه هي خطوات القيام بالمشاريع البحثية دي؟ الوزارة ساعدت وقالت يا جماعة إحنا هنحط لكم خطوات محددة موجودة على موقع الوزارة، تقدروا ببساطة البحث عنها والدخول على كل صف دراسي وعلى كل مرحلة دراسية، وتكون بالضبط يقولك في موضوع مثلا الصحة أو الماء أو السياحة أو الطاقة تعمل إيه تحديدا. حطوا عناصر أو محاور محددة لكل موضوع على الطالب إن هو يتضمنها. طيب إحنا إزاي نقدر نوصل للمعلومات دي؟ في ده اللينك اللي موجود معايا نقدر نضغط عليه، هو من ministryofeducation.government.egypt، ده موقع الوزارة الرسمي عن البروجكت توبكس أو مواضيع البروجكت. وانس ان انا بضغط عليه بيدخلني هنا للمشاريع البحثية، ده شكلها. بننزل تحت هنا بنوصل لإيه، نحن نختار المرحلة الدراسية مثلا على سبيل المثال، انا هختار المرحلة الابتدائية، وبعدين تختار الفصل الدراسي، هختار الفصل الرابع أو الصف الرابع. بمجرد أن أنا اخترت الفصل بيظهر لي هنا القوالب الأربعة للمشاريع الأربعة اللي أنا اتكلمت عليهم في البداية. القالب الأول على حسب ترتيبه بنبتدي بالسياحة، الثاني للطاقة، الثالث للصحة، الرابع للماء. تمام. هنا موجود عندي خطوات المشروع البحثي وعندي علامة العين اللي هي بتقول أنه أنت تقدر تطلع عليها. بمجرد الضغط عليها بتدخلني على الخطوات الخاصة بالمشروع البحثي، ويقدر على سبيل المثال هنا السياحة، المحاور المطلوبة، أهمية السياحة للدخل القومي، الأثار الموجودة في مصر بالنسبة للعالم، وعلى الطالب إن هو يمشي على المحاور دي خطوة بخطوة. تمام. ويتضمنها، هي دي العناصر الأساسية اللي بتحدد إذا الطالب البحث بتاعه هيقبل ولا لا. احنا مش محتاجين منك تعمل احسن بحث في الدنيا، احنا محتاجين منك تتبع العناصر المطلوب منك اتباعها والمحاور دي بدقة وبتنظيم. تمام. ناخد مثال تاني موجود عندنا بعد اذنكم. جميل. ندخل مرة تانية هنا، نختار المرحلة الإعدادية، وهو ده المثال اللي احنا هنتكلم عليه، لانه انا اتطلب مني كتير ان انا اتكلم عن المرحلة الإعدادية، الفصل الصف الدراسي التاني. تمام. عن تالت إعدادي. تمام. المرحلة يعني لانه بيعتبر هو شهادة، فالناس متخوفين اكتر. ناخد المرحلة الإعدادية ونبتدي ندخل للصف الثالث، هلاقي نفس الموضوع عندي هنا، بختار الفصل الدراسي، بختار الفصل الدراسي. نعم. وبختار المرحلة الدراسية. وبدخل ألاقي المشروع البحثي موجود عندي هنا، أقدر أطلع عليه. طيب القوالب الموجودة عندي هم 3 قوالب، بمجرد أن أنا أضغط على زر التحميل أوكي، على طول بينزل عندي فايل موجود هنا، فايل مضغوط. تمام. بداخل الفايل ده عندي نسختين، نسخة PDF
ونسخه وورد. ليه الوزاره حددت نسخه بي دي اف ونسخه وورد؟ لانه النسخه الوورد للطالب اللي هيشتغل على المشروع ده عن طريق تغيير، يعمل ابديت على المعلومات عن طريق الكمبيوتر او عن طريق اللابتوب وهيستخدم الانترنت. تمام. طيب الطالب اللي ما عندوش نفس الامكانيات دي هيحمل النسخه البي دي اف يطبعها ويبتدي يشتغل عليها ويكتب بايده، وهنتكلم في الاخر كل طريقه من الطريقتين ازاي تسلم المشروع البحث. تمام. نرجع مره تانية للقوالب الموجوده عندي هنا، احنا عرفنا ازاي نتوصل لها. الخطوه اللي بعد كده ده مثلا انا حملت قالب من القوالب عشان اشرح عليه الطالب هيعمل ايه. تمام. بنبتدي بتلاحظ عندي في البدايه الصف الثالث الاعدادي ده جاي القالب نازل او النموذج نازل بده موجود فيه، انت مش بتحط فيه حاجه. تمام. بعدين المشروع الثالث اخترنا موضوع البيئه، نيجي للمحور الاول او العنصر الاول اللي هو عنوان الموضوع. عنوان الموضوع لازم نكتب موضوع عنوان مثير وجاذب ولافت للانتباه. تمام. لو احنا بنتكلم عن البيئه ممكن نكون اثر البيئه في حياه الانسان، كيف يمكنني التاثير على البيئه وهكذا. تمام. بننتقل للخطوه اللي بعدها ونرجع للمجموعات اللي انت اخترتها من البدايه. هل انت هتشتغل لوحدك؟ يبقى هتكتب الكود بتاعك او الرقم التعريفي اللي انت بتقدر تحصل عليه من على المنصه التعليميه او من على موقع الوزاره، واستاذه مروة قبل كده شرحت لنا ازاي نوصل للكود التعريفي. تمام. بننتقل بعد كده للمقدمه. المقدمه في كل خطوات بحث بيحدد عدد من الكلمات على الطالب ان هو يمر بيها. كمان في القالب بيذكر الطالب بعدد الكلمات، ففي المقدمه اللي هي الملخص لازم الطالب في الصف الثالث الاعدادي يشمل من 70 ل 80 كلمه. ده معناه انه هي لا تكون اقل من 70 ولا اكثر من 80. لانه ما تفتكرش ان انت لما هتزود في عدد الكلمات ده هيديك درجات اكتر او هيكون لي افضليه، بالعكس الافضليه للالتزام بعدد الكلمات المطلوب منك. تمام. بننتقل بعد المقدمه دي بتكون باراجراف بسيط او يعني مقال بسيط، باراجراف يعني هو شرح يعني قطعه نصريه. مقطع بالظبط كده، مقطع بسيط بتعرض فيه عناصر الموضوع اللي انت هتتكلم عنها. تمام. من غير تفاصيل، انك بتخلي التفاصيل لعناصر الموضوع. بنيجي بعد كده لعناصر الموضوع متحدده برضو بعدد كلمات معين للغه العربيه، كمان عدد من كلمات معين للغه الانجليزيه. بننتقل بعدها على طول للصوره. تمام. لانه واحده من العناصر المطلوبه مني او المحاور لاكمال المشروع البحثي اما ان انت تصمم لافته او تصمم يعني زي يعني صوره توضيحيه، رساله توضيحيه، رسم توضيحي تقدر تشجع بيه او تلفت الانظار للمشروع البحثي بتاعك. فهم فعلا زي ما حضرتك وسمح كمان بانه ممكن لو ما عرفش يعمل كده الطالب ممكن يستعين بصور من على الانترنت اوريدي، يستعين بصور على الانترنت او يرسمها. تمام. لانه الطالب اللي ما عندوش يقدر يرسمها بايده. الخطوه اللي بعد كده هي النتائج. انت خلال انت كطالب بعد ما اتعلمت عن الموضوع ده شايف ازاي نقدر نحله. تمام. ودي بتبقى حاجه بسيطه جدا، ان الطالب يكتب ملاحظاته. احنا عايزين الطالب يتعلم تو ريفلكت، يقول رايه بالظبط، تجيف هيز اون فيدباك، ان هو يوصل لنا وجهه نظره بعد ما اتعرف على المعلومات دي كلها. واخيرا بيجي عندي موضوع المصادر، وهو انت حصلت على المعلومات اللي انت ذكرتها في بحثك منين. صح. لازم تحدد المصادر حفاظا على حقوق الطبع. طيب. لانه كل الاماكن ليها حقوق للطبع. طيب احنا يعني ممكن يخلي اسم الكتاب وممكن يحط اللينك بتاع النت اللي خد منه المصدر. فعلا. تمام. المثال اللي موجود عندنا هو البحث رقم 3 في الصف الثالث الاعدادي للبيئه. انا بس عايزه اركز على نقطه معينه هنا ممكن تفيد الطالب بشكل كامل، انه مطلوب مني ان انا اعمل تضم البيئه العديد من العناصر المتفاعله الى ما نهايه الكلام، ولكن كاتب هنا بدايه من التفاعلات الكيميائيه ومظلل كلمه التفاعلات الكيميائيه ومخليها بولد واكبر عشان ده محور اساسي من المحاور اللي الطالب لازم يشملها فبيفكره. دي اول نقطه. النقطه الثانيه انه الطالب ممكن يبحث بكلمه التفاعلات الكيميائيه على المكتبه الرقميه وهتظهر له كل المصادر اللي هو محتاجها. تمام. هتلاقي هنا موجود التفاعلات الكيميائية، هتلاقي برضو كلمة الزراعة وإنتاج الكهرباء. الطالب عليه إن هو يضمن الكلمات دي تكون موجودة، المعاني دي أو المصطلح ده يكون موجود في البحث وهيلاقيه موجود في المكتبة الرقمية.
طيب يا أريج، أنا كطالب محتاج أوصل للمعلومات دي، ممكن أوصل لها منين عشان أقدر أتكلم عن موضوع البيئة ويكون عندي معلومات كافية؟ تمام، دول هي دي المصادر. عندي مصدرين أساسيين. تمام، المصدر الأول هو الكتاب المدرسي، الكتاب اللي حصلت عليه من الوزارة سلمته لك في المدرسة، المنهج. تمام، بالضبط كده. مثلا في موضوع البيئة هنلاقي أن الكتاب المدرسي، كتاب العلوم في الوحدة الأولى، بيتكلم عن التفاعلات الكيميائية. كل درس من الدروس بيتكلم عن التفاعلات الكيميائية بتعمق معين، فتحصل على المعلومات الخاصة بالتفاعلات الكيميائية من الفصل الأول أو الوحدة الأولى الموجودة عندي في كتاب العلوم. تمام. وكذلك عندي مثلا كتاب الدراسات الاجتماعية بيتكلم عن الزراعة. تمام. برضو في الوحدة الأولى، فالطالب يقدر يحصل على المعلومات الخاصة بالزراعة من هنا. تمام. ده بالنسبة للطالب اللي ما عندوش قدرة إن هو يستخدم الإنترنت، فهيستخدم كتاب المدرسة وهيضيفها في المصادر إن أنا استقيت كل معلوماتي من كتاب المدرسة. تمام. يعني طيب، يعني هو عنده مصادر الكتاب المدرسي. نعم. وعنده بعدين المكتبة الرقمية. المكتبة الرقمية. وممكن تكون مصادر خارجية. على حسب. على حسب، بس احنا بنفضل الأكثر وثوقا وموجودة فيها كل المعلومات فعلا الكتاب المدرسي والمكتبة الرقمية. تمام. وتسهيلا كمان على الطلبة، يعني هو تسهيل على الطلبة ان ده موجود وكل حد معاه الكتاب المدرسي، فاذا ما فيش مشكلة في ان هو يقدر، يعني ان هو يبقى عنده، لو ما عندوش انترنت، لو ما عندوش الامكانية، عنده كتاب المدرسي. تمام. فده تسهيلا كمان على الطلبة. المكتبة الرقمية كمان محتوية على كل المعلومات اللي الطالب يقدر يوصل منها اللي هو عايزه. مثلا أنا المكتبة الرقمية انت ممكن تبحث عنها في جوجل بشكل بسيط جدا لو ما عندكش اللينك بتاعها، وهي study.ekb.ag. وانس ان انت بتفتحها، ارجو ان الشاشة تيجي على اللابتوب، بيجي ده شكل المكتبة الرقمية، بنختار ذاكر الآن. تمام. جميل. هل تتذكر معايا كلمة التفاعلات الكيميائية اللي كانت متظللة بشكل جامد، بشكل بولد؟ أنا مش محتاج أبحث في كل مادة من المواد، ولكن أنا ممكن أكتبها هنا التفاعلات الكيميائية في السيرتش، وأعمل سيرتش هتدخلني على كل المصادر اللي ممكن تساعدني عشان أقدر أدخل الموضوع بتاع التفاعلات الكيميائية في البحث. لو عايز الموضوع يكون أقل تحديدا، المصادر تبقى أقل، هختار مثلا المرحلة الإعدادية، لأن أنا بتكلم في الصف الثالث الإعدادي. تمام. فبيجيب لي مصادر تتناسب مع العمر بتاع الإعدادي. تمام. يقدر الطالب يدخل عليها واحدة واحدة. ولكن في معلومة مهمة، ودي آخر حاجة هنتكلم عنها النهاردة، إنه أنت لازم تضمن إنه أنت لما تيجي تكتب في المراجع تكتب التفاعلات الكيميائية، أنواع التفاعلات الكيميائية، وتذكر الناشر اللي هو الدار نهضة مصر للنشر لحفظ حقوق الطبع. تمام. تمام. وهي دي الجزء الخاص بالمراجع اللي انت المفروض تعمله. تمام. إذا شملت كل المواضيع دي بالطريقة دي وبالتنظيم ده، أنا بضمن لك النجاح، لأنه الوزير حدد أنه الطالبة محتاج كل، يعني أغلبهم ناجحين إلا الطالب اللي هينقل، لكن الطالب اللي هيقوم بالعناصر دي بالترتيب ده وبالتنظيم ده مع عدد الكلمات ناجح بإذن الله. ودي طبعا حاجة تقدر تطمننا كلها. تمام. مرسي جدا لأسلوب التوضيح الجميل اللي عملتيه أستاذة أريج. بسيط كمان. الله يخليك. عندي بس مداخلة من أستاذة أماني. صباح الخير يا أماني. أهلا وسهلا بك، تفضلي. لو سمحت أنا عايز أعرف بس أعمل البحث إزاي، ابني الثالثة ابتدائي وعايز أعرف أعمله إزاي. تمام، احنا لسه شرحين الموضوع ده حالا على الحلقه. ممكن تشوف الحلقه على الموقع بتاعنا على فيسبوك، على حياتي مع طارق السعود، هتكون الحلقه موجوده وهيكون فيها شرح كامل موجود على الفيسبوك. وبرده اذا عندها اي مشكله بعد اذن حضرتك يا استاذ طارق، ممكن فضلي. ترجع لنا، ممكن ترجع لنا بشكل، عشان انا راجعش الكلام تاني. يعني ممكن ترجع لنا باشخاصنا واحنا هنساعدها بالتفصيل. اكيد طبعا، اكيد طبعا. استاذه فاتن، يعني النهارده برده عندنا موضوع يعني مهم جدا، اللي هو برنامج تأهيل المدرسين والمعلمين. إزاي ممكن أهل المدرس والمعلم للتعامل مع التعليم عن بعد أو التعليم الرقمي اللي بقى دلوقتي، يعني كل الناس داخلة على التعليم الرقمي والتعليم عن بعد واللابتوب والكمبيوتر والأكسس والمواقع والحاجات دي كلها. طيب، هو ده طبعا سؤال مهم جدا يا استاذ طارق، لانه هو في كمان، أحب بس يعني أذكر حاجة في البداية، إنه في كلام وجدل كبير جدا حوالين انه هل التعليم عن بعد بنفس الشكل وبنفس الطريقة اللي احنا بنستخدمها في الظروف الحالية، هل هيستمر بالشكل ده؟ يعني تعليم عن بعد كلي، يعني بشكل كلي، ولا انه ده يعني بس نتيجة الظروف اللي احنا فيها؟ تمام.
وده على العالم كله على فكره. هو وعلى فكره في دول كتير جدا ومنها امريكا اللي هي يعني دايما بنمثلها على ان هي ملكه التكنولوجيا في العالم على فكره، في ولايات كتير منها بتعاني من نفس المشكله. تمام. فرنسا نفس الحكايه، انجلترا تقريبا 99% قافل تماما، مجرد ان هو بيبعتوا تاسكات للولاد على النت علشان يعملوها ويرجعوا يبعتوا لهم يحملوها ويسلموها لهم. فانا عايز اقول لحضرتك الموضوع في قلق في يعني في العالم كله مش بس هنا. بس انا بحب ااكد انه ده موضوع ده استثنائي زي ما حضرتك بتقول، ده نتيجه الظروف الحاليه اللي احنا فيها، لكن هل هيستكمل بالشكل ده بنفس الطريقه دي؟ لا طبعا. تمام. والا يعني لا، هو على فكره ضروري جدا تفاعل الطالب مع المدرس في بيئه تعليميه اللي هي الفصل والمدرسه ولا يعني والتعامل مع اقرانه، ده حاجه اساسيه على فكره في العمليات التعليميه. فمش هينفع خالص ان احنا هنستمر بالشكل ده. انا بقول للناس لا مش هينفع، مش هيستمر بالشكل ده، والا هنعملها هوم ستادي من يعني منازل يعني. تمام. لو نازل الولاد هتقعد في البيت وتذاكر ونقعد بقى نفتح اللابتوب وهو ده، وهتفضل نفس المعاناه بتاعت الناس اللي ما عندهاش امكانيه الانترنت وامكانيه اللابتوب والسمارت فون. طب ما لا مش ده. تمام. فمش ده اللي هيحصل خالص. دي نمره واحد. نمره اتنين، ايه فكره التعليم عن بعد ونشر الفكره؟ طب ما هو ده كان اصلا خطه الوزاره، وده الترند اللي كان مفروض في خطه عمل هنقوم بيها او الوزاره بتقوم بيها، واحنا بالتالي يعني في بصديد التنفيذ، بصدد التنفيذ. فبالتالي انه هيبقى ده العنصر مشارك او مساعد، بمعنى انه ما هو على فكره في مدارس كتير جدا ما عندهاش ليه مشكله البحث والدخول وتسجيل المنصه والرقم التعريفي للطالب، ما هو علشان في مدارس قايمه بالموضوع ده فعليا. وعلى فكره مش بس المدارس الدوليه، عشان بس الخلط برضو بين الامور، لا هي مدارس على فكره حكوميه بس بتشتغل بشكل بروفيشنال ومهني على اعلى مستوى لاخر وبيعمل كده. ممكن تكون قليله جدا يعني، ممكن تكون ما هياش كتير ما بنسمعش عنها، بس لا بقى في موجود. في بقى مدرسين على اعلى مستوى من المهنيه برضو عندنا في مصر، عشان برضو ما نقعدش نظلم، بس هو برضو مش كتير بيقدروا يتعاملوا بالموضوع ده. يعني في مدرس هو نفسه بيشتغل على نفسه كتير، وهو عارف يعني ايه ان انا ادخل المصادر الاخرى وازاي اعلم الاولاد ان هم يعملوا ابحاث ومشاريع وفريق العمل والمجموعات. في ناس شغاله على الموضوع ده. طيب احنا هنتكلم على القطاع الاكبر اللي هو حوالي يعني هو اكتر من 80% بقى ما فيش الاستخدامات دي خالص، دي ليها خطة عمل أكيد مش النهاردة حالا. إحنا نتيجة الظروف بس اضطرينا إن إحنا يعني هو يعني مش نستعجل، هو لا بديل يعني. أنا صح. برضو أرد على الناس اللي هم طب ليه بنعمل كده، طب إحنا مش مستعدين، طب الناس، لأنه جات لي كومنتات كتير بالشكل ده، طب الناس اللي على قدها، الناس البسيطة، الناس الكذا. طب ما هو إحنا ما في، ما هو ما طلبش أي حاجة يعني ضد ظروفك المتواضعه اللي ممكن تكون اي حد موجود فيها. هرجع معاكي بس اخد مداخله من رودينا. صباح الخير رودينا، اتفضلي. الو صباح الخير رودينا. يبدو اتصال انقطع مع الاسف. نكمل الموضوع. فتدريب فهنا بقى انا بتكلم على تدريب المدرسين، لانه الحقيقه لو كان المدرسين عندهم فكره او مدربين على حاجه زي كده، ما كانش الاهالي عانت واولياء الامور ولا الطلبه ولا تم استغلالهم من قبل من اماكن كتير جدا. تمام. ومن اولهم بعض المدرسين على فكره، يعني هو يعني للاسف الشديد. فالعمليه بقت يعني ما يصحش ان احنا موضوع البحث نستغل موضوع زي كده. يعني انا مدرسه وعايزه اساعد وحابه ان انا اساعد، اولا انا مش هعمل مثلا نماذج ابحاث مثلا 3 4 ابحاث واحطها وانشرها واقول لهم يا جماعه اختاروا منها. طب ما هو ده مش هينفع، لانه لو ده حصل فالطالب سائط. عشان أكيد بس طبعًا. تمام. طيب هو ايه بقى الهدف من ورا ده؟ هل تصعيب الامور على الولاد مثلا، تعذيبهم مثلا، تعذيب اولياء الامور؟ اكيد لا. هل حضرتك كولي امر مش فارق معاك ابنك يتعلم ولا لا، يستفيد ولا لا، يطلع بمعلومه ولا لا؟ وخصوصا ان احنا في لوك داون وفي حظر. صح. يعني يعني عندك المجال والوقت ان انت تدور وتبحث وتجرب ده وتجرب ده وده، وما ينفعش يعني ليه لا؟ وبعدين انا ابني عنده مثلا في ثالثه ابتدائي، زي ما الناس بتقول الولاد الصغيرين ما الاهالي هي اللي بتتعب،
معلش هو حضرتك هو اي طفل دلوقتي ان هو عنده 4 سنين مش في سنه رابعه ولا ثالثه واصغر على فكره بيمسك السمارت فون ده ولا بيمسك الايباد وما شاء الله عليه بيطلع يعني ممكن الاقيه مطلع حاجات انا نفسي ابقى مستغربه هو طلعها ازاي وعرف ازاي ان الايكون دي بتاعت دي فهم لا يعني هو ليه احنا دايما يعني متخيلين ان احنا اغبياء على فكره لا ولا هم يعني ولا هي فكره ان انا والسايبرز اللي الناس بتشتكي منها طب ما حضرتك ما انت بتبعت ابنك وبتبعت بنتك للسايبر ويقعدوا يلعبوا ويخشوا جيم ويدفعوا فلوس وكذا طب ما يعني هو في ده شاطر وحلو وكويس والظروف مناسبه وفي حته بقى الشغل بجد والتعليم وكذا علشان هي عشان ايه يعني انا فعلا انا يا ريت حد يرد عليا يعني انا مش بفهم مش بستوعب انه ده ليه عشان ايه المدرسين اللي متضايقين ده بقولها بكل صراحه ووضوح هم خايفين من قصه ان هم تتقفل عليهم طبعا مورد رزق كبير اساسي في حياتهم الدروس الخصوصيه تمام ما احنا لما هنعمل كده احنا في المدارس لما بنمسكها بنقول ممنوع الدروس الخصوصيه انتوا هتلاقوا في المدرسه كل حاجه هتلاقوا في الفصل كل حاجه بقول انه في يمكن 3-4 التقويه نعتبرها تقويه شويه بالظبط بيروحوا لدروس خصوصيه تمام بس هو الاصل والاساس انه ما فيش دروس خصوصيه فدي ممنوع هرجع تاني واتكلم بصوت المدرس انا النهارده لما اكون مدرس مرتبي كله بالبدلات بكل حاجه 1200 جنيه تمام طب ما هو لما يجي يقول لي كده طب انا عايش منين انا هقول له انت عندك حق تمام دي بقى مساله المفروض ان هي يعني الوزاره مع الادارات التعليميه مع المدرسين لا المفروض ان هم يحلوها لانه انا مش ممكن ان انا هطلب من بني ادم ان هو ومدرس قد الدنيا المفروض وواصل على فكره المبلغ ده بعد 10 سنين خبره مثلا تمام. ان انا اتكلم في يعني فدي عمليه بقى دي مش يعني دي لازم تحل مع تمام معانا اتصال من زينب صباح الخير يا زينب صباح النور اتفضلي أنا عاوز أعرف البحث دوت بيتعمل طباعة ولا نكتبه؟ تمام هترد عليك أستاذة أريس وأنا متلخبط في الحكاية دي تمام شكرا لاتصالك البحث ممكن يتعمل طباعة ممكن يتعمل مكتوب باليد لو أنت ما عندكيش وسيلة تقدري تتواصلي بيها زي الكمبيوتر أو اللابتوب يبقى أنت هتعملي إيه؟ هتاخدي الملف الـ PDF تطبعيه وتبتدي تكتبي عليه بخط إيدك. معلش ممكن نشرح لهم يعني إيه الفرق بين الـ PDF والوورد لأن دي برضو موضوع مشكلة بالنسبة لناس كتير. طبعًا ملف الـ PDF هو ملف واضح تمام ما تقدرش تعمل عليه أي تعديلات خالص. بأي شكل من الأشكال ما تقدرش تغير فيه أي نقطة أو معلومة ولكن ملف البي دي اف تقدر تعمل له edit وتقدر تعمل له change بعدين تسيف الفرق ما بين الاثنين كمان في الوزارة طلبة إزاي كل واحد فيهم يتسلم ملف الوورد بمجرد ان الطالب يخلص بيحمله على المنصه التعليميه بيعمل له ابلود ويحطه على المنصه التعليميه بعد اذنك يا استاذ عيشه يعني هو فضل. المفروض انه المدرس في المدرسه المفروض هو اللي يساعد الولاد في القصه دي مش دي مش موضوع الاهالي فعلا تمام فده قصور رهيب الحقيقه فيعني فبالتالي لازم يبقى في حد بيساعد خارجيا بقى داخليا واي اسئله في الموضوع ده بجد احنا موجودين وفي ناس كتير على فكره يعني عاملين كده فما حدش يسيب حد يستغلكم يا جماعه ارجوكوا لازم المدرس هو ده واجب المدرس انه يشرح ازاي نعمل البحث ازاي البي دي اف ايه هو بقى يتواصل مع الوزاره هو يتواصل مع الاداره التعليميه لكن هو المفروض هو اللي يدي المعلومه لوليه امر زي الاستاذه اللي اتصلت دي دلوقتي المفروض انها تبقى فاهمه الخطوات من المدرسه ومنسقه من المدرسين لكن طبعا ده مش موجود وفي قصور فاحنا موجودين اتفضلي حضرتك ملف البي دي اف او اللي هو مكتوب بخط الايد دي حاجه مهمه جدا على الطالب بعد ما يخلصه ان هو هيحمله على اسطوانه سي دي او فلاش ميموري ويسلمه في المدرسه تمام فين يا استاذ فين يعني كده فين معلش احنا هنضطر نستخدم السايبرز يعني هو اللي هم برضو بيسيبوا الاولاد يلعبوا فيها او حد من الاسره من العيله من الجيران من المعارف اكيد مش هيتاخر ان هو يعمل كده تمام او يعني المدرس يعني هو هياخد البي دي اف انا عندي دلوقتي ملف بي دي اف مطبوع وهعمل عليه التعديلات بتاعتي هكتب هنا حاجه هضيف هنا حاجه بعد كده اجي اطبع ده مره ثانيه واسيبه على هو انا هو مطبوع اوريدي انا كتبت عليه بخط ايدي
ممكن هعمل له سكان. سكان بس هسكانت باي موبايل ومعاه خط ايد التعديل اللي انا حاطه بكل حاجه. تمام مجرد ان انا هوديه للسايبر او لو في اغلب السمارت فونز دلوقتي انت ممكن تنزل عليه ابلكيشن بتاع كام سكان. تمام وتقدر تبعته للمدرس بتاعك دايركتلي لو مش هتقدر تحطه على السي دي او على فلاش. تمام طيب خلينا في موضوع البحث احنا اتكلمنا عن نقطه التقييم ازاي هيتقيم البحث في الاخر. تمام التقييم البحث دي عمليه بسيطه جدا. مدرس الماده او مدرس الفصل ما عندوش اي علاقه بتقييم البحث. التقييم هيتم بشكل الكتروني على المنصه التعليميه. تمام يعني في معايير معينه بالظبط لتقييم البحث. لازم يكون يعني في عنوان جذاب، لازم يكون منظم وفي القالب اللي احنا اخترناه سواء PDF المقدمه 70-80 كلمه بالظبط كده. تمام لازم يشمل العناصر كلها بالترتيب، لازم ما يكونش منقول من مكان تاني، لازم تكون المحاور كلها مذكورة. يعني هو طالب منك لافتة، لازم اللافتة تكون موجودة، طالب منك رسم بياني، لازم الرسم بياني يكون موجود، وأخيرا لازم يشمل كل المواد مصعد. تجاوب عليه من خلال الدراسات الاجتماعية، العلوم، الماث and so on. مش يكون مركز على subject واحد بس. واخيرا لازم يشمل اللغه العربيه بحيث ان انت تحافظ على القواعد النحويه والاملائيه و the punctuation التنقيط على التنقيط الفارزه والنقطه والعلامه الاستفهام وعلامه التعجب ما يكونش منقول من اي مصدر اخر. تمام. ولا يكون متشابه مع اي مصدر ثاني. تمام طيب ده الموضوع يعني عمل ضغط نفسي جديد على الاولاد والبنات في يعني البيوت وخاصه مع اولياء الامور. ازاي ممكن نتعامل مع الضغط اللي عندنا في البيت؟ يعني انا ولي امره وعندي الضغوط الحياتيه وعندي بنت وولد في المدرسه دلوقتي وعاملين مشكله عشان موضوع البحث ومش عارفين يتصرفوا ازاي. فازاي ممكن انا باسلوب تربوي اجي معاهم في البيت كده شويه واهدي من الموضوع اللي حاصل في البيت؟ كويس جدا. هو احنا دلوقتي احتفلنا انه في مدارس كتير ومدرسين كتير غير مؤهلين وغير مستعدين في الفتره الحاليه وما فيش وقت، وده برنامج هنطبقه ممكن نتكلم فيه بعدين. بس هي ممكن نقاط التدريب المدرسين تبتدي بشكل موازي انه ازاي يستخدم المنهج بطريقه مظبوطه، واستخدام الانشطه اللي هي لازم تبقى جزء لا يتجزأ من المنهج اصلا، وتدريبه على ازاي يستخدم في الاول مواقع معينه علشان يبقى في تواصل وتفاعل مع الولاد لشرح المنهج بشكل مبسط. فدي خطوات اعتقد انه ممكن نشتغل عليها ونقولها بعد كده، بس ده موضوع الساعه اللي حضرتك بتقوله، فده الاهم جدا ان احنا نركز عليه. طيب انا دلوقتي عندي ابني في اي كان السنه اللي هو فيها المرحله، طيب انا هقعد جنبه لانه ممكن وانا بعتبر نفسي ان هو انا هتكلم باسم مثلا الـ 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 السيده البسيطه جدا اللي هي ممكن تكون موجوده في اي مكان في 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 في, في مصر وما عندهاش اي فكره عن استخدامات اصلا الانترنت او التكنولوجيا او كده، بس انا متاكده ان ابني عارف. هو ابني عارف بنتي عارفه ازاي تستخدم الكلام. كل الحكايه ان انا هاخد التفاصيل اللي احنا بنقولها وللوزاره بتقولها وللفيديوهات والمواقع المختلفه بتقولها والبرامج هتقولها عادي، شغالي التلفزيون هتسمعي اللي احنا بنقوله ده، هتقعدي تمشي بالخطوات دي. افتح اللابتوب انت، خلي الولد هو اللي يعمل بنفسه. يمكن بس هي المشكله الوحيده في التسجيل، وعندنا استاذه مروه السباعي ساعدت ناس كتير جدا ماسكه الجزئيه دي بتاعت التسجيل وكذا، وازاي تدخل وبتقعد معاهم خطوه بخطوه لغايه ما بيخشوا يسجلوا بتجيب الكود. طيب عدينا المرحله دي، ازاي نعمل البحث زي ما استاذه قريش كده عملت. افتح اللابتوب، نمشي خطوه خطوه. ها المقدمه عباره عن ايه؟ هنفتح المصدر الكتاب، هنفتح كتاب المدرسه، الكتاب منهج. تمام. مش في دروس؟ مش هو كده المفروض كان يذاكر ويمتحن؟ مش في كانت امتحانات اخر السنه؟ يعتبر نفسه بيذاكر امتحانات اخر السنه، بس احنا مدينه الاسئله. تمام. يعني هو دول الاسئله جاوب عليها، جاوب على الاسئله. صح. اعتبر نفسك جاوب على الاسئله بخط الايد. تمام. بخط ايدك، السؤال الاول كذا كذا كذا، السؤال الثاني كذا كذا كذا. الاسئله اللي موجوده شامله ومغطيه الاربع مواد الاساسيين اللي هي الدراسات، لغه عربيه او لغه انجليزيه، والرياضيات. طيب ما تمام، انت جاوب بقى. ما انت يعني مثلا الطاقه، مثلا معدل الانتاج، ما انت هتستخدم الرياضيات مثلا في الجزئيه دي، هتستخدم معدل الانتاج مثلا على في الموضوع ده. فانت كده حليت سؤال الماث بشكل مبسط جدا وابسط بكتير من لما يجي لك 3-4 صفحات
مسائل تحلها. طب مش احنا كده سهلنا على الاولاد نظرا للظروف الحاليه؟ تمام. فانا لو هديت نفسيا وقعدت جنب ابني وفتحت اللابتوب وقلت له يلا افتح أو امسك الكتاب وذاكر منه، طب انا هسالك السؤال الاولاني وانت رد عليه، طب ايه رايك بقى ده بقى في النتائج؟ خلصنا بقى الاجابه على الاربع اسئله، طب ايه رايك بقى انت ايه رايك في المعلومات اللي انت عرفتها دي؟ هل انت شايف انه ده صح؟ غالبا طبعا هيبقى عايز يخلص ويقول لي اه كل حاجه تمام. ماشي، اكتب رايك. تمام. اكتب ان ده كده كويس، اكتب النتيجه كويسه او النتيجه اللي انت قريتها من الموضوع ده. تمام. او اعمل سيرش زي ما بتعمل سيرش على اغنيه او تعمل سيرش على موفي بالظبط كده، على فيلم او على جيم وعايز تنزلها. تمام. افتح عليه وشوف ايه اللي مكتوب اقرا. تمام. طبعا لما بتكلم على ثالثه ابتدائي ورابع ابتدائي كده الموضوع بيبقى ابسط بمراحل بكتير. انا ممكن احكي معاه كده واقول له اكتب بقى واساعده، معلش ما يجراش حاجه، هساعده كتب كلمه غلط، عمل حاجه غلط، اقول له فكره، بس هو اللي يدور ويعمل بنفسه. احنا للاسف وقت الحلقه مر بسرعه البرق النهارده، بس احنا مكملين معاكم مشاهدينا الكرام اكيد في الحلقه اللي جايه موضوع التعليم عن بعد، وهنتخصص في تفاصيل اكتر واكتر تهم الطلبه كلهم في كافه المراحل الدراسيه والعمريه. دكتوره فاتن شاهين استشاريه تطوير مناهج، شكرا جزيلا لوجودك معايا النهارده. والاستاذه أريج ابو القاسم ميرسي جدا لوجودك معايا النهارده. عيد شم سعيد وعيد قيامه مجيد ورمضان مبارك، وكل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله اشوفكم الاسبوع اللي جاي مع الف سلامه.